السلام عليكم. بما ان احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فانت محتاج انك تحط في السي في بتاعك صوره ليك، بس يكون انت لابس بدله. ففي حاجه من الاثنين، يا انت تروح للفوتوغرافر علشان يصورك، بعد كده دي حول الصوره بتاعتك على الفوتوشوب علشان يركب البدله على الصوره، او انت بتروح تشتري بدله وتروح تتصور بيها. وطبعا الطريق ده يبقى مكلف جدا، وانت ما بتعرفش ان كل ده بيتحول على طول بضغطه زر واحده. الفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقه تركيب بدله على الصور بالذكاء الاصطناعي. ركب لنفسك بدله وبصورتك، ومن خلال اي صورة انت تنشرها او من خلال اي صورة انت تلتقطها لنفسك، لكن هترفعها على موقع. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح بالتفصيل الموقع ده. يلا بينا عشان مطولش عليك وقت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنتعلم مع بعض طريقة تركيب بدلة على الصور بالذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف كده، انا دخلت على موقع قدامك هنا اسمه cutout.pro. زي ما انت شايف كده www.cutout.pro. طبعا الموقع ده جميل جدا، بيتعامل بالذكاء الاصطناعي، بس فيه مميزات جميلة قوي. كمان فيه يدعم اللغة العربية زي ما انت شايف كده. بقولك انا مدعوم بالذكاء الاصطناعي، منصة تصميم المرئي. نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات للاستخدام الفردي والأعمال. طيب هننزل تحت كده نشوف أدوات الذكاء الاصطناعي المميزة. عندك هنا إزالة الخلفية، محسن الصور، انتشار الخلفية، وجلب الإبداعات إلى الواقع. زي ما انت شايف هنا بيحول الرسمة كمان لواقع زي ما انت شايف بالذكاء الاصطناعي كده. دلوقتي هننزل تحت كده ونشوف هنا بيديني هو الادوات بتاعته عامله ازاي. هننزل تحت كده بقول لك هنا دي صوره متحركه، وكمان هنا بيحسن الصور زي ما انت شايف، بيحسن كمان جوده الفيديو بدقه 4K. خلي بالك تمام. ومعانا هنا صانع جواز سفر اللي هي البدله دي، وبعد كده هنا عندي كرتون، وهنا عندي اللي هو تلوين الصور من الابيض واسود لالوان، وكمان تعتيم الخلفيه اللي هو بيعمل بلور كده للخلفية كأنك بتصور بكاميرا احترافية. وعلى فكرة بتقدر تتحكم كمان في درجة العتم في الخلفية. لكن دلوقتي في الفيديو ده بنتعلم تركيب البدلة على الصور بالذكاء الاصطناعي. هنختار صانع جوازات أو صور جواز السفر. مجرد ما بتيجي تضغط عليها كده، بعد كده بقول لك هنا إنشاء صورة جواز سفر مهنية خاصة بك عبر الإنترنت بنقرة واحدة وفي ثانية واحدة. دلوقتي هنعمل ابلود لاي صوره عندنا. تعمل ابلود مثلا على سبيل المثال ان انا هعمل صوره من صوري دي. اختار اي صوره من الصور دي علشان اعمل لها ابلود واشوف هيحولها فعلا بالذكاء الاصطناعي وهيركب البدله على الصور بالذكاء الاصطناعي ولا لا. طبعا هنا بيقول لك لا تنسى تنزيل ملفاتك، سيتم التخلص منها تلقائيا بعد 60 دقيقه، يعني في خلال ساعه بالظبط في البرنامج ده على طول او الموقع ده هو بيتشال الصوره بتاعتك في خلال 60 دقيقه، يعني في ساعه واحده بالظبط يكون الداتا بتاعتك كلها اتمسحت من على الموقع. لكن الموقع زي ما انت شايف كده ده بيقول لك ان انا بدي لك درجات الامان بتاعتك. زي ما انت شايف كده في شريط فوق هنا عمال يسحب كده معايا اللي هو بيبدا يحمل الصوره، وهنشوف هيوصل معانا لفين في تركيب الصوره او تركيب بدله على الصوره بالذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما انت شايف كده بعد ما انتهى بيديلك بقى المقاسات بتاعتك، انت محتاج المقاس او الصوره بتاعتك بيكون مقاسها عامل ازاي. طبعا انت بتختار المقاسات اللي تعجبك براحتك خالص. على سبيل المثال ان انا هختار المقاس ده يكون مناسب. تقدر كمان تعدل في الصوره، تقدر تتحكم فيها كده رايح جاي، تخلي الصوره في النص او في الجنب. مثلا انا هختار صوره زي ما انت شايف قدامكم كده بالمقاس ده. طبعا هنا دي لون الخلفيه، ممكن حتى كمان تقدر تتحكم في لون الخلفيه. انا هخلي الخلفيه طبعا لونها ابيض. كذلك برضو انت تروح هنا تضغط ضغطه كده على علامه البدله او علامه التيشيرت اللي انت شايفها دي. عندك هنا منز وعندك وومن وعندك كمان تشيلدرنز، لكن اختار منز. هنا اهم حاجه بختار البدله اللي انا عاوزها. مثلا انا اختار البدله دي تمام. تستنى كده شويه لحد ما يتم تركيب البدله على الصوره. كده ركب البدله زي ما انت شايف بالشكل ده كده عادي جدا في الصوره بتاعتك. تختار برضو بدله زي دي تمام. ما عادش بقى جو الفوتوشوب بقى بتاعت زمان، انت بقى ركب البدله اللي تعجبك على الصوره بتاعتك. انا اختار على سبيل المثال بدله زي دي كده. تقدر تنزل تحت تخلي البدله دي كانت اشيك شويه تمام. وبعد كده بتستنى لحد ما يتم انتهاء تركيب الصوره. بعد كده بتقول له هنا منتهي او انتهاء، وكده عمل صوره البدله. قال لك هنا تحميل عاليه الدقه. طبعا اعلى حاجه اللي هي بصيغه بي ان جي،
جابي جي دي دي مثلا انت تقدر تقلل جودة الصورة، لكن بي ان جي بيحفظ جودة الصورة بكل حذافيرها زي ما بيقولوا. دلوقتي بضغط عندي على كلمة تحميل، وبعد كده بيعمل داونلود للصورة بتاعتي، وزي ما انت شايف كده نزل الصورة على جهاز الكمبيوتر او التليفون بتاعك بدون اي ووتر مارك او بدون اي علامات مائية. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت متنساش تعملوا بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت حاجة تواصل معايا في التعليقات وارد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة.